إذن إخواني استغلوا أوقاتكم، ما تخليوش ثانية، خاصة في الأوقات المباركة. في الأوقات المباركة مثلا يا إخواني ما بين الأذان والإقامة، أنا والله نحزن من ذاك يدخل المساجد، نحزن على بالكم لي ما بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. على بالك شكون اللي قال هذا؟ ماشي أنا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة لا ترد. يا صاحبي كاين حاجة أكثر من هذه؟ وبعد يجي واحد يشكي، يا شيخ على بالك وأنا يا وعندي مشاكل، عندك ما بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. يا سبحان الله، هكذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل على الله، أقبل على الله. وهذه ماشي قال ثلث الليل آخر تجيك صعيبة، هذه ماشي صعيبة، هذه ما بين الأذان والإقامة في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولهذا راكم تشوفوا مثلا بين الأذان والإقامة كاين ناس راهي تتضرع هكذا، بالك يكون واحد في الألف، ولا يا ناس اتقوا الله، هذه راهي مفتاح من مفاتيح الخير، هذه راهي بركة علينا، هذه راهي فتح من الله سبحانه. وجربوها تشوفوا والله يفتح لكم سبحان الله. والله يا إخوان غير الإنسان اللي تتعقد له كذا، عندك دعوة لا ترد ما بين الأذان والإقامة سبحان الله.